السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعزائي المشاهدين، يا أحسن متابعين ويا أحلى مشجعين على مستوى العالم العربي والعالم الأفريقي والعالم أجمع، أهلا وسهلا بكم في حلقة رياضية جديدة مع أخوكم معتز على اليوتيوب. المنتخب المصري يتأهل إلى نصف نهائي بطولة أمم أفريقيا للكرة الطائرة المقام على الأراضي المصرية لنسخة عام 2023 بعد الفوز على المنتخب المغربي الشقيق بنتيجة 3 أشواط مقابل لا شيء. انتهى الشوط الأول بنتيجة 25-19 لصالح المنتخب المصري، وانتهى الشوط الثاني أيضا بنتيجة 25-23 لصالح المنتخب المصري، ويحسم المنتخب المصري المباراة بالفوز بالشوط الثالث بنتيجة 25-18 لتنتهي المباراة بنتيجة 3 أشواط مقابل لا شيء لصالح المنتخب المصري. وطبعا من وجهة نظر شخصية كمحلل إعلام رياضة مصر وهنا من داخل قناتي، مع أطيب المواساة بكامل الحزن والأسى للمنتخب المغربي وللمملكة المغربية بعد الفاجعة حادثة الزلزال اللي حصلت داخل الأراضي المغربية. وطبعا حادثة الزلزال دي أثرت أكيد نفسيا على لاعبين المنتخب المغربي، مما لا شك فيه إن المنتخب المغربي فقد تركيزه منذ الدقيقة الأولى من عمر المباراة، وكان اقترب خلاص إن هو يعدل من النتيجة في الشوط الثاني، بدليل إن الشوط الثاني انتهى بنتيجة 25-23. ولكن نقدر نقول هارد لك للمنتخب المغربي، مع أطيب التوفيق بمشيئة الله تعالى في البطولات القادمة. وأجمل لقطة في المباراة قبل انطلاق صافرة المباراة مباشرة، تم الوقوف دقيقة حداد على أرواح الشهداء، وأسأل المولى عز وجل أن يتغمدهم برحمته وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان. وبذلك يلتقي المنتخب المصري مع المنتخب الكاميرون بعد أن استطاعت الكاميرون من تحقيق إنجاز عظيم ورائع جدا بالفوز على حامل اللقب المنتخب التونسي بنتيجة أيضا 3 أشواط مقابل شوط وحيد. استطاع المنتخب التونسي من الفوز على المنتخب الكاميروني في الشوط الأول بنتيجة 25-22، ولكن سرعان ما انقلبت المباراة واستطاع المنتخب الكاميروني بالفوز ب3 أشواط متتالية على المنتخب التونسي. فاز في الشوط الأول بنتيجة 25-20، وفي الشوط الثاني استطاع الفوز على المنتخب التونسي بنتيجة 27-25، وفي الشوط الثالث والأخير فاز على المنتخب التونسي بنتيجة 25-17 لتنتهي المباراة بنتيجة 3 أشواط لصالح المنتخب الكاميروني مقابل شوط وحيد لصالح حامل اللقب المنتخب التونسي. ويضرب المنتخبين المنتخب المصري مع المنتخب الكاميرون موعد في نصف نهائي بطولة أمم أفريقيا للكرة الطائرة المقامة على الأراضي المصرية. وبمشيئة الله تعالى اللي بيتابع فيديوهاتها يقدر يتعرف على مستجدات الأحداث الرياضية من خلال الفيديوهات اللي بقدمها لكم داخل القناة. ألف مبروك المنتخب المصري التأهل إلى نصف النهائي، وهارد لك المنتخب المغربي الشقيق، وهارد لك المنتخب التونسي، مع أطيب التعازي للمملكة المغربية شعبا وجمهورا. وأشوفكم على خير في حلقة تانية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.